وبطبيعه الحال ذكركم بالمواثيق الدوليه وكل هذا، وحنا راه عايشين في القرن 21 وعايشين في الامم يعني في المنتظم الدولي، ما خرجينش منه، ما كنقولوش لا لكل شيء، ولكن كاين شي مسائل كيخصنا نقولوا فيها لا، ونقولوا ملي توصل لها خصنا نقولوا لا ونعرفوا نقولوا لا، والا ما عرفناش فين غادي نوصلوا. في غفله من الزمان واحد المنظمه كتنتمي للبلاد وكتخلصها للبلاد خرجت مذكره تتعارض مع كل ما هو مبني عليه هذا الوضع، تتعارض مع ديننا، تتعارض مع دستورنا، تتعارض مع تأطيرنا الملكي، وتتعارض مع ما يريده مواطنونا. وهذا الشيء الاخر سمعتيه، وهذه القضيه ديال المواطنين ما نطولش فيها، غنقول لكم شوفوا غير الاحصاءات ديال الراي، ان المغاربه لا يقبلون بديلا عن المرجعيه الاسلاميه بالاصلاح، ولا يرفضون الاصلاح. هاد السيده هذه بالطريقه اللي قالت لكم الاخت لملمات ذاك الشيء باقلاتو بالدارجه، فهمتيني ولا لا، وجبتوا الناس وقالت لهم يلا صوتوا، فهمتيني ولا لا، وصوتوا الناس، وفي نفس اليوم تبع ما ناقشوا، ما عطتهم الوقت الكافي، ما والو، عطتهم يمكن جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق. واحد الاخ انسان كيمثل الجانب العلمي خرج احتجاجا، واحد الاخ يعني صوت بامتناع، والاستاذه معززه مكرمه وموفقه صوتت بلا. وبما ان هذه السيده لم تحترم الديمقراطيه ولم تحترم حقوق الانسان في النقاش، فان لا ديال الاخت ديالنا عايزه القليل خير من كل نعم التي صوتت عليها. قال لي ناس سيدي حنايا هذه المذكره ما نتكلموش عليها. درنا مذكره تتواجد ذاك الكلام ورسلناها للجنه، قلنا نصيفطوها للجنه ونسكتوا بحالنا ونخليو هذا الشيء، راه اللجنه لها وسع النظر. واذا بحزبين كلاهما احزاب عريقه، ما عندنا ما نقولوا، اذا بحزبين يعني يتفقان بعد خلاف لم يتوقف منذ دهر، كيخرجوا واحد البلاغ في المناصره ديال هذيك المذكره. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.